لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يستعد فريق الجيش الملكي لمواجهة نظيره نادي جوليبا المالي، وذلك في مقابلة الذهاب ضمن مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية الكاف. وسيبحث فريق الجيش الملكي عن العودة بنتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على الفريق المالي قبل مواجهة العودة على أرضية مولاي عبد الله بالرباط. ولن تكون المهمة سهلة على فريق الجيش الملكي ضد نادي جوليبا المالي، حيث سيكون مطالب بتقديم مستوى جيد يضمن له العودة بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب. وتقام المواجهة بين كلا الفريقين اليوم الأربعاء في 2 نوفمبر بداية من الساعة 4 زوالا بتوقيت المغرب، وذلك في مقابلة الذهاب للدور 32 لمسابقة الاتحاد الأفريقي الكاف. للإشارة المواجهة بين كلا الفريقين ستنقل على الصفحة الرسمية لفريق الجيش الملكي.